الاخوان، اليوم اقدم لكم احد المواضيع الذي فيها اجل عظيم، بل هو كنز من كنوز الدنيا والاخره، الا وهو كثره الاذكار. فالذكر يوصل صاحبه الى بر الامان، بل وينزل عليه الرحمات والاجر العظيم. ومن هذه الكنوز والاقدار التي قد قلق وكذا الهموم والغموم التي يشعر بها الانسان، الشفاء المرجو منها يتمثل في تكرار هذه الأذكار التي سقيتها، والتي كان الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام يواظب عليها كلما ألم به حزن أو بعض الأمور التي كانت تغير من حالته النفسية. فالإنسان كما يعلم الجميع له حالات نفسية تصيبه أحيانا بانكباب والاكتئاب دون أن يعلم أسبابها. فكذلك الأبدان يجب أن تعموها في بعض الأحيان بعض الاكتئابات والأحزان، وإن كانت لا يعلم صاحبها مصدرها وأسبابها. فالأذكار يا الإخوان عظيمة، وكل من وضب عليها فله الأجر ويبشر بالخير في حياته، سواء مهنية أو الأسرية أو بشكل عام في جل أوقاته. منها أولا آية الكرسي، ثانية قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة، كذلك قوله اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور، وفي المساء فليقول اللهم بك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. كذلك سيد الاستغفار، اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. كذلك قوله أصبحنا أو أمسينا على فطرة الإسلام، كلمة الإخلاص، على دين نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على ملة أبينا إبراهيم حنيفة مسلمة وما كان من المشركين. كذلك من يسبح لي كل فرد منا فليقول اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومالكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، ونقترف على نفسي السوء وجره إلى مسلم. كذلك قوله يا حي يا قيوم في الصباح والمساء، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. هذه الأذكار تكرر إما مرة واحدة في اليوم أو ثلاث مرات. كذلك قوله أصبحنا أو أمسينا وأمسى الملك لله، الحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير هذا اليوم أو خير هذه الليلة، خير ما فيها أعوذ بك من شر ما فيها هذا اليوم أو شر هذه الليلة، شر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. كذلك اللهم إنا أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا أسألك العفو والعافية في ديني ودنيا وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي